بدنا نعدل معلوماتنا المغلوطة عن فيروس كورونا. بدنا كلنا يعمل دوره اللي بيقدر عليه في محاربة هذا الفيروس اللي بصراحة عم بنتشر بشكل يعني غير مسيطر عليه من وجهة نظري أنا الشخصية. فكل واحد في مكانه لازم يعمل بدوره اللي بيقدر عليه لحتى نحد من انتشار هذا الفيروس سواء عنا احنا في دولنا او في اي دولة ثانية. وعلشان هيك انا عم بحكي بالعربي وراح احط الترجمة بقدر الامكان قد ما اقدر اتأكد من هاي الترجمة انها صحيحة، بس مش كثير راح اتبع لموضوع الجرامر لانه ممكن يكون في خطأ في الجرامر، لكن راح اتأكد انه كل المعلومات اللي راح احطها في الترجمة راح تكون صحيحة. وانا ما كنت ناوي اني انا احكي كثير في هذا الموضوع لحتى ما انفهم غلط، لكن من الصور والاشياء والفيديوز اللي بشوفها على السوشيال ميديا اللي عم تنتشر بشكل جنوني لقيت انه كل واحد فينا لازم يستخدم الاداة اللي هو بيقدر عليها لحتى نقدر انه احنا نحارب هذا الانتشار اللي غير مرحب فيه او غير مرغوب فيه اكيد من اي حدا فينا. بغض النظر عن خطورة هذا المرض أو عدم خطورته، سرعة انتشاره أو عدم سرعة انتشاره، لكن اللي كلنا متفقين عليه هو إنه هذا الفيروس أو هذا المرض هو مرض خطير وعم بيفتك بأرواح كثير ناس. فقررت اني انا اطلع واعمل هاي السيريز بانه انا عندي هاي التشانل باني انا عم بحكي مع الناس من خلال هاي العدسة، فبدي استخدمها لأشي ممكن ان شاء الله نكون مفيد وانه يضوي على اشياء احنا ما كنا عارفينها. ما راح احط وجهة نظر شخصية، لكن راح احط قراءات وراح احط هاي المصادر اللي انا بعتمد عليها في صندوق الوصف. اول شغلة انت بدك تحطها في بالك عن موضوع فيروس كورونا انك ما تسمع غير لمصادر رسمية. انا راح احط مصادري في الديسكريبشن، انت اختار اي مصدر رسمي انت بتشوفه مناسب ترتاح له بغض النظر من هو هذا المصدر، لكنه مصدر رسمي وموثوق لحتى انك تاخذ منه معلوماتك. واهم مصدر كلنا لازم انه احنا نتعامل معه وندور عليه هو منظمة الصحة العالمية. بالنسبة لي التارجت او اللي خلينا نحكي السورس الثاني هو وزارة الصحة او الموقع المخصص من وزارة الصحة في بلدي الاصل اللي هو الاردن. ثاني شغلة راح اعتمد على وزارة الصحة في البلد اللي انا موجود فيها اللي هي دولة قطر، وبعدين راح اطلع على وسائل الاعلام في اللي بشوفه بيتفق مع هاي المصادر اللي انا بحكي عنها. لليوم لهذا الفيديو انا راح احكي لك عن شغلات احنا مغلوطة بالنسبة لنا كنت انا افكرها صحيحة لحد ما قرأت مقالات عنها. اول شغلة، فيروس كورونا ما بينتقل عن طريق الهواء الا في حالة العطس او السعال في المكان اللي انت موجود فيه بمسافة اقل من متر. اذا انت قريب على شخص عم بسعل بمسافة اقل من متر عطس، معناته انت معرض لهذا الخطر. اما اذا انت مش موجود في مكان في ناس عم تعطس او مكان في شخص عم بسعل، فانت ما راح تستنشق هذا الفيروس بقدر كثير كبير، يعني انت مش معرض للعدوى بهذا المرض. الشغلة الثانية اللي بدك تعرفها من طرق الوقاية المغلوطة اللي انتشرت انه الثوم ما راح يحمي من فيروس الكورونا بغض النظر عن فوائده الصحية الثانية، لكنه لن يحمي من فيروس الكورونا. الشغلة الثانية اللي انتشرت كمان عن الوقاية عن فيروس كورونا اللي كثير ناس عم تتداولها، مسحوق الفضة. ومسحوق الفضة ما راح يكون له أي أثر على فيروس كورونا، أو ما راح يكون له أثر علاجي أو شفائي على فيروس كورونا بغض النظر عن الفوائد الثانية اللي ممكن تكون لهذا المسحوق اللي الناس تعرفها وبتتداولها وإلى آخره. ممكن يكون مفيدين لجهاز المناعة، لكن تحديدا على فيروس كورونا ما راح يأثر. الشغلة الثالثة اللي انتشرت كمان في موضوع الوقاية اللي كثير تم تداولها انك تشرب المي كل ربع ساعة. ما في دراسة علمية تحكي لك انه انت اذا شربت المي كل ربع ساعة انت راح تغسل هذا الفيروس وراح تعالج حالك منه، لانه هذا الفيروس بيسبب او بيأثر او بيهاجم الجهاز التنفسي وبنتقل عن طريق الجهاز التنفسي. فشرب المي كل ربع ساعة ما راح تعالجك او تقتل هذا الفيروس. ممكن انها تحد او تنظف السبيس تبع الفم، لكنها ما راح تشفي من الفيروس او تعالج الفيروس. والشغلة كمان اللي انتشرت عن الوقاية من هذا الفيروس انه
انت تعرض حالك لأشعة الشمس او لدرجات حرارة معينة او أشعة الشمس المباشرة او whatever، ما في دراسة علمية تحكي لك انه التعرض لدرجات حرارة معينة او أشعة الشمس المباشرة راح تقتل هذا الفيروس. فما تدخل حالك في المتاهات اللي انت في غنى عنها. شغلة كمان انتشرت عن موضوع الوقاية من فيروس كورونا هو ارتداد الكمامة بشكل دائم بغض النظر عن الظروف المحيطة. ارتداء الكمامة اكيد راح يساعدك في الوقاية من العدوى، لكن بحسب منظمة الصحة العالمية فارتداء الكمامة هو مطلوب اما من شخص مصاب او من شخص تظهر عليه الاعراض من سعال وعطس والى اخره، او اذا انت كنت عم تساعد شخص اما مصاب او عليه هاي الاعراض فعشان تحمي حالك بتلبس الكمامة. فهي المخالطة للشخص المصاب او الشخص الحامل للفيروس في فترة الحضانة مثلا، او انك انت في مكان يعني عم بتشوف في ناس عم تسعل وتعطس والى اخره بغض النظر هي اعراض لهذا الفيروس او لا. ليش؟ لانه الطريقة اللي اثبت العلم فيها انه سينتقل هذا الفيروس بشكل مؤكد هي عن طريق رذاذ العطس. اذا حدا عطس وهو حامل لهذا الفيروس او هو في فترة حضانة هذا الفيروس او مصاب بهذا الفيروس فراح ينتقل هذا الفيروس عن طريق الرذاذ. اما انك انت تستنشق هذا الرذاذ او انك انت تلمس احد الاسطح اللي نزل عليها هذا الرذاذ او لمسها الشخص المصاب اللي ممكن يكون عطس عيد وممكن يكون عطس في السبيس اللي موجود فيه فلمس اشي عليه هذا الفيروس بعدين لمس السطح، فانت لمست هذا السطح اللي انت ممكن تتعرض له او تتعرض للفيروس من خلاله. هاي معلومات حبيت اني انا انشرها، وراح اعمل اكثر من فيديو توعوي وراح تكون عبارة عن مصادر موثقة، راح احط هاي المصادر في صندوق الوصف واغلبها راح يكون عن المصادر اللي انا حكيتها في بداية الفيديو. ان شاء الله بالسلامة للجميع، وبتمنى منكم انكم انتم تلتزموا في كل الاجراءات اللي بتحددها الجهات الرسمية والجهات الطبية، لان هي ادرى مني ومنك، وبدهم إذا مش مصلحتي ومصلحتك ما بدهم ينتشر الفيروس عشان ما يوصل لهم عشان ما تنتهي البشرية. فبليز الرجاء الالتزام في هاي الإجراءات الاحترازية والوقائية. شكرا لكم وإن شاء الله بألف سلامة، وأشوفكم في الفيديو الجاي.